السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أهمية اللغة عامة واللغة العربية خاصة؟ ما علاقة اللغة العربية بالهوية العربية الإسلامية؟ كيف عالج المسلمون قضية العدول عن سنن اللغة الفصحى؟ وما تأثير اللغة العربية في اللغات الأخرى؟ وما طبيعة العلاقة بين الفصحى والعامية؟ ما التحديات التي تواجهها اللغة العربية في العصر الحديث؟ سنناقش ذلك مشاهدينا الكرام في حلقة لسان العربي لهذا الأسبوع بعنوان اللغة العربية والتحديات المختلفة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع اللغة العربية والتحديات المختلفة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. نرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة جريسون التركية. حياكم الله ومرحبا بكم أستاذنا. الله وبياكم، وأهلا وسهلا ومرحبا. نرحب أيضا مشاهدينا الكرام بضيفنا عبر سكايب من مدينة الدوحة الأستاذ الدكتور لؤي علي خليل، أستاذ النقد والدراسات الثقافية بجامعة قطر. حياكم الله ومرحبا بكم أستاذنا. مرحبا بكم أخي الكريم، بارك الله بك وإياكم. نبدأ منك دكتور حمدي، إذن عرفنا يعني ما أهمية اللغة عامة في عموم اللغات وخاصة يعني اللغة العربية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللغة لها أهميتها العظيمة، لأنها تعد الفكر الناطق، والفكر يعد اللغة الصامتة. جميل. اللغة تحمل الأفكار وتحمل المفاهيم، وهي وسيلة التواصل بين بني البشر، الوسيلة الكبرى، الوسيلة العظمى من وسائل الاتصال بين بني البشر هي اللغة. ولذلك يقول من العلماء من يقول في أهمية اللغة، الفيلسوف الألماني فيخت يقول: اللغة تجعل من الأمة الناطقة بها كلا متراصا خاضعا للقوانين، إنها الرابطة الحقيقية بين عالم الأجسام وعالم الأذهان. ويقول كذلك: إن الذين يتكلمون بلغة واحدة يشكلون كيانا واحدا متكاملا بروابط متينة وإن تكن غير مرئية. يعني اللغة يعني تعد الوسيلة العظمى للترابط بين بني البشر. جميل. نعم. يقول مصطفى الصادق الرافعي: إن اللغة مظهر من مظاهر التاريخ، والتاريخ صفة الأمة، كيفما قلبت أمر الأمة اللغة من حيث اتصالها بتاريخ الأمة واتصال الأمة بها، وجدتها الصفة الثابتة التي لا تزول بزوال الجنسية وانسلاخ الأمة من تاريخها. وقال قولا عظيما: ما ذلت لغة قوم إلا ذلوا، ولا انحطت إلا كان أمرها في ذهاب وإدبار. نعم. طيب. أما اللغة العربية فهي من الأهمية بمكان، لأنها عند المسلمين هي اللغة أو هي المعجزة العظمى التي تحمل في طياتها أو نزل بها القرآن الكريم الذي هو دستور المسلمين جميعا. نعم. هذه اللغة التي استطاعت أن تتغلب على كثير من اللغات المختلفة في شمال الجزيرة العربية وفي شمال إفريقيا وفي غيرها من البلدان، وحلت محلها واستطاعت أن تحمل كثيرا من الأفكار والمفاهيم والحضارة التي كانت لهذه اللغة في أزمانها المختلفة. هل هي من أقدم اللغات إن لم تكن أقدمها؟ نعم، هذه اللغة بالنسبة يعني من هذه اللغة، طبعا في اللغات التي تسمى عند الغرب اللغات السامية أو ما يسميها بعض من الباحثين العرب بأنها اللغات الأعرابية أو اللغات العروبية، هي أم هذه اللغات لتمامها وكمالها من حيث المعجم ومن حيث
التراكيب ومن حيث الصرف. يعني ما زالت تحتفظ بهذه الخصائص حتى نعم. الآن. وهي أقدم لغة وستستمر ما دام القرآن باقيا، لأن القرآن هو الذي حفظها، وهي مستمرة باستمرار وجود القرآن الكريم، فإن رفع القرآن الكريم ضاعت اللغة. صحيح. نعم. من أقوال العلماء في أهمية اللغة العربية، وأذكر من أقوال العلماء سواء كانوا عربا أو غير عرب، يعني الفرنسي أرنست رينان يقول: اللغة العربية بدأت فجأة على غاية الكمال، وهذا أغرب ما وقع في تاريخ البشر، فليس لها طفولة ولا شيخوخة، على موضوع الذي وصلنا والذي يؤرخ له، لكنها قديمة قدم الزمان. يعني موضوع العربي العاربة، ونحن ندرس العربي المستعربة فقط، لكن صحيح. العاربة ليس عندنا أمر لانتهاء هذه الأمور. الألماني فريتاغ يقول: اللغة العربية أغنى لغات العالم. نعم. ويليام وورك يقول: إن للعربية لينا ومرونة يمكنانها من التكيف وفقا لمقتضيات العصر. جميل. يعني هذه اللغة قادرة على أن تهضم كل ما ينتج من العصر من حضارة وغيرها، لما فيها من مرونة ولينة تتطوع، وأنها لغة اشتقاقية تستطيع أن تشتق أو أن تأتي بألفاظ قد أميتت في الاستعمال وتسقطها على الألفاظ التي هي ألفاظ حضارة حديثة إلى غير ذلك من الأمور. تنمية لغوية يعني. نعم. مصطفى صادق الرافعي يقول: إنما القرآن جنسية لغوية تجمع أطراف النسبة إلى العربية، فلا يزال أهله مستعربين به، متميزين بهذه الجنسية حقيقة أو حكمة. طه حسين أختم به تفضل. مع ما له يقول وما عليه يقول: إن المثقفين العرب الذين لم يتقنوا لغتهم ليسوا ناقص الثقافة فحسب، بل في رجولتهم نقص كبير ومهين أيضا. من هنا الدكتور لؤي ضيفنا عبر سكايب من الدوحة، هل يمكن التعامل إذن مع اللغات عموما على أنها يعني قوالب للتعبير خالية من أي موقف مسبق؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. هذا سؤال مهم، والجواب قد يبدو صادما أو مفاجئا لكثير من الناس. إذا قلنا في الحقيقة لا يوجد لغة بريئة أو لغة خالية من التحيز، كل اللغات البشرية هي لغات متحيزة للجماعات الثقافية التي صكتها أو أنتجتها. لكن على أن يفهم التحيز لا على أنه حكم قيمة، ولكن بمعنى أنها منحازة إلى ثقافتها ووجهة نظرها في الحياة والكون وطريقة تعاملها مع العالم. كيف يتضح الأمر حتى يبدو الموضوع أكثر وضوحاً للمستمع أو للمشاهد الآن؟ لننظر إلى التعبير الفردي ونقيس عليه التعبير الجماعي. في التعبير، إذا نظرت إلى الإعلام، عندما تستمع إلى قناة تقول مثلا عن فلسطين المحتلة كيان صهيوني، أنت تدرك أن هذه القناة بالضرورة متحيزة أو منحازة إلى رفض وجود هذا الكيان. وعندما تستمع إلى القناة تقول إسرائيل، فأنت تدرك أن هذه القناة متحيزة أو منحازة إلى الاعتراف بوجود هذا الكيان. انتقل إلى العلاقات الاجتماعية، عندما تستمع أو تقرأ نصا أو تستمع إلى شخص يقول في لغته عن العلاقات المثلية أنها علاقات شاذة، أنت تدرك من خلال هذا التعبير أن هذه اللغة منحازة إلى رفض تلك العلاقة. صحيح. لكن عندما تستمع إلى نص يسميها بأنها مجتمعات الميم، أنت تدرك بأن هذا الشخص منحاز إلى الاعتراف بمثل هذه العلاقات على نظر من الحريات. ومثل ذلك في السياسة، عندما تستمع إلى نص إخباري يتحدث عن بلد ما فيقول النظام الحاكم، أنت تدرك أن هناك موقفاً سلبياً ما من هذا النظام، بينما يتعامل معه على أنه بلد أو مملكة أو جمهورية أو كذا إلى آخر ما هنالك. فكل الشعوب في كل اللغات هي بالضرورة متحيزة لفكرة ما. هذه الفكرة تنشأ أساساً من طريقة نظر هذه الجماعة الثقافية إلى حياتها وموقفها من العالم. حتى في التركيب الأمر قد يبدو
قد يبدو للوهلة الأولى مبنيا على الاختيار فحسب أو على اختيار المفردات، لا، الأمر حتى في التركيب. انظر معي لنقرب الأمر أيضا في اللغة العربية، عندما نقول في التركيب في التقديم والتأخير، عندما أقول أنا أحمد ذهب إلى السوق أو أقول إلى السوق ذهب أحمد، قد يظن المستمع أن الجملتين متشابهتان، هي نفسها، نعم، لكن فالحقيقة لا. عندما أقول أحمد ذهب إلى السوق، أنت تخاطب شخصا لا يعرف من الذي ذهب إلى السوق، فأنت تقدم الذي عليه المعول أحمد. وعندما تقول إلى السوق ذهب أحمد، أنت تخاطب شخصا يعلم أن أحمد فعل شيئا ما أو ذهب إلى مكان ما لكن لا يعرف إلى أين، فأنت تقول له إلى السوق ذهب أحمد. فكل جملة من هذه الجمل حتى في تركيبها وتقديمها وتأخيرها منحازة تماما، منحازة إلى فكرة بعينها أرادها هذا المتكلم الذي تكلم بها. هذا على سياق الأفراد، فما بالك على سياق الجماعات الثقافية عامة؟ وعلى هذا الأساس نقول استخدام الفرد عندما يتكلم الفرد أو يستعمل في حياته اللغة، الفرد العربي عندما يستعمل لغة إنجليزية أو فرنسية في حياته اليومية، هو لا يستعمل لغة بريئة فقط لينقل عبرها أفكاره، وإنما هو بالضرورة ستتسرب إليه عبر هذه اللغة الثقافة الإنجليزية أو الثقافة الفرنسية دون أن يعي، لأن هذه اللغات متحيزة إلى جماعتها بالضرورة. جميل. إذن من هنا دكتور حمدي، اللغة العربية هي لغة حضارة، حدثنا عن هذه العبارة. في الحقيقة اللغة العربية منذ العصر الجاهلي استطاعت أن تستوعب كثيرا من الألفاظ غير العربية من قبيل الاحتكاك بينها أو بين أفرادها والأفراد الآخرين، حيث إنه كانت في العصر الجاهلي الأسواق التي كانت تحيط بشبه الجزيرة العربية، وكانت هذه الأسواق فيها العربي وغير العربي، استطاع العرب أن يأخذوا الألفاظ، ألفاظ الحضارة التي كانت عند هذه البلدان، وأن يدخلوها إلى لغتهم، وأن يصكوها بصكوكها المختلفة، وأن يهذبوها لتتواءم وتتناسب مع لغتهم. ووجدنا من الشعراء من يأتي بألفاظ غير عربية كثيرا كالأعشى وكعدي بن زيد، وصارت هذه الألفاظ مع التكلم بها صارت عربية بالتكلم. وما أمر السجنجلي في قصيدة امرئ القيس ببعيد على المرأة. أما في العصر صدر الإسلام ثم عصر بني أمية، نجد يزيد بن معاوية الذي اهتم كثيرا بالأمور الحضارة أو الأمور العلمية، وصارت بعد ذلك في العصر العباسي الأول من اهتمام الدولة أو الأمور التي تتبناها الدولة، فقامت الدولة بعمل مكان خاص بأمور الترجمة التي يترجم فيها العلماء من اللغات القديمة اليونانية والفارسية ألفاظ الحضارة إلى اللغة العربية. بيت الحكمة في بغداد. نعم، بيت الحكمة في بغداد. وطبعا كانت الأمور تترجم من اليونانية إلى السريانية ثم إلى العربية، أو من الفارسية إلى العربية، فوجدت بذلك ثروة كبيرة استطاعت العربية أن تهضمها. ثم ما إن انقضى أو في نهاية العصر العباسي الأول، صار المسلمون يبدعون ويكتبون في هذه العلوم، والعلوم الحضارية كالطب والهندسة وغير ذلك. ترجمة. نعم، حتى في عصر الدويلات، في العصر العباسي الثاني، عصر الدويلات التي اتخذت من في التحدث اللغة التركية أو اللغة الفارسية في بلاد المشرق الإسلامي، لكن اللغة العربية كانت لغة العلم والحضارة في هذه الدويلات. وذلك أيضا أثر اللغة العربية. نعم، موضوع التنمية والتعريب، موضوع الإدخال الذي اهتم به العلماء. نعم، والذي وضعوا له ضوابط، موضوع التعريب أو الترجمة أو الإدخال. ولنضرب مثالا حدث في العصر الحديث، يعني يأتون بالكلمات التي أميتت، وهذا ما ذكرته. مثلا نقول القطار أو القطر. نعم، نحن نقول مطر وغيث.
ولا نستخدم قطر أو قطار على المطر. والقطر والقطار من معاني المطر. صحيح. نعم، فأخذ لأن المطر ينزل متتابعا، قطرات متتابعة، فهذه الآلة التي نركبها أو هذه العربات المتتابعة استعير هذا اللفظ الذي أميت وأطلق على القطار. ثم إن العربة الأمامية القاطرة لا تسمى القاطرة، نقول القاطرة أو الجرار. نعم. القاطرة ما هي إلا الناقة التي كانت تسير أمام القافلة في العصور الأولى. الآن لا توجد قوافل. صحيح. وإنما فيه سيارات وفيه مركبات مختلفة، فأخذت هذه اللفظة التي أميتت ووضعت على هذا الأمر. وهكذا في ألفاظ الحضارة المختلفة يضع العلماء ألفاظ أميتت على اللفظ الحديث، أو يشتقون له اشتقاقا معينا عن طريق الترجمة أو عن طريق التعريب، بأن تدخل اللفظة مع تهذيب لها أو موضوع الإدخال. يعني إدخال موجود عندنا كمبيوتر، نستخدم كمبيوتر عندنا في مصر، ولا نستخدم حاسوب ترجمة، كمبيوتر إدخال. صحيح. فالإدخال موجود والتعريب موجود والترجمة موجودة. نعم. وهذا مأخوذ من الأمور الأولى. إذن هي لغة حية. يعني نعم. إذن دكتور لؤي، ننتقل إلى جانب آخر مهم، ما علاقة اللغة العربية بالهوية العربية الإسلامية؟ نعم، هذا سؤال مهم، ويعني بدأ يثار كثيرا في الآونة الأخيرة في على المنصات الثقافية. دعنا نفكر في الموضوع رويدا رويدا. نعم. الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن ينزل كتابه القرآن الكريم ويكون هذا نص لكافة البشر كافة لكل الأزمنة والأمكنة، كان من الممكن أن يختار أي لغة من اللغات الموجودة على الأرض، لكنه اختار العربية دون غيرها لتكون هي القالب الذي سيحمل كلامه عز وجل. فالسؤال الآن، اختيار العربية، هل هذا الاختيار اختيار عشوائي؟ ليس الأمر كذلك، فحاشا لله سبحانه وتعالى أن يكون الأمر كذلك. من هنا يبدأ التفكير، ما العلاقة البنيوية بين الدين الإسلامي وبين اللغة العربية؟ لو نظرنا قليلا سنرى أن الدين الإسلامي دين معياري تتسم معاييره بما يسمى الصلابة المرنة، وكذلك اللغة العربية إذا نظرنا إليها سنرى أنها لغة معيارية تتسم معاييرها أيضا بالصلابة المرنة. كيف هذا الأمر؟ دعنا نقترب قليلا، انظر إلي معي إلى حياة المسلم اليومية. المسلم في حياته اليومية قبل أن يتصرف يفكر دائما بثنائيتين، هل هذا السلوك الذي سأفعله حلال أم حرام؟ صحيح. هل هذا السلوك مبني على مرجع من القرآن الكريم أم من السنة؟ نعم. هل هذا السلوك يجوز أو لا يجوز؟ كل الحياة التي يحياها المسلم هي حياة معيارية مبنية على معايير. الآن انظر معي إلى متكلم اللغة العربية. متكلم اللغة العربية لا يخرج العربية الفصحى طبعا. لا يخرج أيضا عن قواعد العربية الفصحى أبداً، عن معايير قواعد اللغة العربية الفصحى، فدائماً يتساءل هل هذا التعبير صحيح؟ هل هذا التعبير جائز؟ هل هذا التعبير أفصح؟ لاحظ هذه الدرجات في الفصاحة، الأفصح والجائز وكذا إلى آخر ما هناك، مثل في القرآن، مثل السلوك الذي يفعله الإنسان، السلوك الجائز والسلوك الواجب وإلى آخر ما هنالك. هناك بنية داخلية متشابهة بين الاثنين. دعني أنتقل لفكرة أخرى أيضاً مهمة. في الإسلام يمكن للمسلم أن يخطئ ويتجاوز المعيار، لكن لأن المعيار مرن سرعان ما يستطيع العودة بالاستغفار. صحيح. والتوبة، فيعود إلى حظيرة القواعد الإسلامية. انظر إلى اللغة العربية الفصحى، أيضا اللغة العربية الفصحى لديها من القواعد قواعدها تتسم بالمرونة. تنظر معي الإجازات التي سمح بها مثلا للشعراء بما يسمى الضرورة الشعرية، للشاعر أن يتجاوز القاعدة لضرورة شعرية. نعم. انظر مثلا ما يسمى أسلوب الحكاية، لك أن تنقل لغة أو جملة عامية أو جملة فيها كسر لقاعدة على أنها من أسلوب الحكاية إلى آخر ما هنالك. مثلا سورة المؤمنون مثلا. نعم أيها تمام. لأنك تأخذه على الحكاية هكذا، لا تقول يعني رأيت سورة المؤمنين هكذا. يعني الأمر هذا فضلا يعني عن كما يعني عن بعض الوجوه النحوية العربية التي قد تكون عشرات الوجوه لجملة واحدة عربية. نعم هذا صحيح. ولذلك اللغة العربية لأنها لغة معيارية هي أكثر اللغات مناسبة للقرآن الكريم أو للإسلام. تعال، بعضهم يقول طيب ما الفارق، كل اللغات الأخرى لديها معايير وقواعد وهي بالتالي لغات معيارية. نعم. لا، الأمر ليس كذلك.
اللغات الأخرى وإن كانت لديها قواعد لكنها هي لغات نفعية وليست لغات معيارية. ما معنى أنها نفعية؟ هي تقدم المنفعة اليومية على القاعدة، ولذلك هذه اللغات يصبح هنالك بون شاسع بين اللغة القديمة واللغة الحديثة. ابن اللغة الإنجليزية اليوم لا يستطيع أن يقرأ نصوص شكسبير التي مرت عليها عدد من المئات السنين فقط. لماذا؟ لأن اللغة الإنجليزية الآن تواكب التطور السريع في الحياة وتغير في مفرداتها وتراكيبها بما يقدم منفعة للناس يومية، فتنقطع عن الترابط مع النص القديم. على حين أن اللغة العربية الفصحى لا تفعل ذلك، تتطور ضمن معايير. ولذلك ابن اللغة العربية الفصحى الآن عندما تذكر له حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم وتقول له إنما الأعمال بالنيات، أو عندما تخبره بقول المتنبي الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم، يفهم عليه، يفهم الكلام الجاهلي الذي مر عليه أكثر من 1400 سنة، ويفهم الكلام من العصر العباسي. لماذا؟ لأن هذه اللغة معيارية تتطور ضمن معايير. وعلى هذا الأساس هنا الخطورة، تعليم أبنائنا اللغة الإنجليزية لتكون لغتهم الأم، هذا فيه خطورة، لأنه سيجعل الأطفال يفكرون بطريقة نفعية وليس بطريقة معيارية. هنا ولذلك خلينا نتذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال: تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة. وتساءل معي ما علاقة اللغة بالمروءة والعقل؟ لا، أن اللغة في ذاتها متحيزة لثقافة الأمة التي أنتجتها. جميل، بركت أستاذنا الدكتور لؤي. إذا مشاهدينا فنتوقف وقفة قصيرة استراحة ترويحية مع فقرة ديوان العرب وشاعر النيل حافظ إبراهيم الذي كان خير مدافع ومنافع عن اللسان العربي الأصيل. حافظ إبراهيم واللغة العربية. يعد حافظ إبراهيم من أشهر شعراء العصر الحديث، وهو أحد رموز مدرسة الإحياء في الشعر العربي، ولقب بشاعر النيل وشاعر الشعب. عرف بموقفه الرافض للمحتل وحربه على اللغة العربية، وكان خير مدافع ومنافع عن اللسان العربي، فقال في قصيدته المشهورة: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي، ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأدت بناتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني، ومنكم وإن عز الدواء أساتي، فلا تكلوني للزمان فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي. أيطربكم من جانب الغرب ناعب ينادي بوأدي في ربيع حياتي؟ أيهجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تتصل برواتي؟ سرت لوثة الإفرنج فيها كما سرى لعاب الأفاعي في مسيل فراتي. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع: اللغة العربية والتحديات المختلفة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. أستاذنا الدكتور حمدي، ننتقل إلى يعني جانب آخر مهم أيضا، ألا وهو قضية العدول عن سنن اللغة الفصحى. كيف عالج المسلمون ذلك؟ بمعنى كيف عالج المسلمون اللحن أو الخطأ أو الزلل في قواعد اللغة؟ نعم، في الحقيقة عندما فتح المسلمون البلاد التي يتكلم أهلها بغير العربية، كان أو حدث أن تكلم هؤلاء بلغة ملحونة، فخيف من أن يتسرب هذا اللحن إلى كتاب الله عز وجل، فما كان من المسلمين إلا أنهم كان لهم يعني
كان لهم موقفان. الموقف الأول موقف وقائي أو نعم وموقف علاجي. نعم لابد من أن يقو المتكلم من أن يقع في اللحن في كتاب الله عز وجل، وكتاب الله عز وجل لم يكن منقوطا ولا مشكولا. نعم فوضعوا نقط الإعراب ونقط الإعجام، هذا في للوقاية يعني للوقاية نعم حتى لا يحدث اللحن في كتاب الله عز وجل. أهم شيء القرآن الكريم، وكل الدراسات اللغوية قامت خدمة لكتاب الله عز وجل. فكان لابد من وضع أمور وقائية أولا. صحيح. هذه الأمور الوقائية بدأت بنقط المصحف، وبدأ نقط الإعراب قبل نقط الإعجام على الرأي الأشهر. نقط الإعراب الذي بدأه أبو الأسود الدؤلي وتطور على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي إلى أن وصل إلى ما نعهده الآن من فتحة وكسرة وضمة وسكون وشدة وتنوين إلى آخره. ونقط الإعجام على يد نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر. نعم الموضوع الحروف التي لم تكن منقوطة وكان ترتيبها أبجد هوز حطي كلم، صارت مرتبة على الترتيب الذي نعرفه في بلاد المشرق، ألف باء تاء فاء، والحروف المنقوطة معجمة والحروف غير المنقوطة المهملة. جميل. وهذا أدى بدوره إلى عدم اللحن في كتاب الله عز وجل، لأن كان من الممكن أن تقرأ الآية بأكثر من قراءة مختلفة ويقع الإنسان في اللحن، مع أن القرآن الكريم يعتمد على المشافهة أصلا. المرحلة الأخرى الأمر الثاني في موضوع الوقائي استنباط القواعد، أيضا موضوع النحو والصرف وغير ذلك أيضا وقائي، موضوع جمع اللغة ووضع المعجم المعاجم اللغوية أيضا وقائي. العلاجي كان في كتب لحن العامة ولحن الخاصة، وهذه بدأت من أول ما تلحن فيه العامة الكسائي كثيرة. نعم كثيرة جدا، إلى أن وصلنا في العصر الحديث من الكتب أو المعجمية الكبيرة، معجم الصواب اللغوي للدكتور أحمد مختار ومن معه من المجموعات. وطبعا في موضوع التصحيح اللغوي في الكتب المؤلفة في التصحيح اللغوي طبعا كانت لها مناهج، فيه مناهج متشددة تأخذ بالأصوب على رأس الحريري الأصمعي في القديم. نعم في القديم. ثم نعم. الحريري في درة الغواص. نعم. يعني نعم. وهذا بالنسبة ما هو القدماء عامة يأخذون بالأعلى. صحيح. نعم في منهج توسع، وأصحاب هذا المنهج فريقان، يعني فريق يقف عند المسموع عن العربي نصا، ولا يختلف عن الأصحاب بمنهج التشدد إلا في درجة الاحتجاج بالأمور اللغوية. المتشدد يأخذ باللغة الأعلى، هذا يأخذ بكل اللغات. صحيح. يعني نعم في عصر الاحتجاج اللغوي لكن يأخذ بكل اللغات. صحيح. في منهج يتوسع توسع أكثر. في منهج الأخير المنهج المتساهل، وهذا يأخذ بقول أبي الخطاب الأخفش الأكبر، يقول أنحى الناس من لم يلحن أحدا. طبعا هذا طبعا كل ما تكلمت به العرب طبعا سواء أكان من اللغات التي تقبلها أو يقبلها البصريون أو اللغات التي لا يقبلها البصريون، لأن أغلب الأمور عند لكن البصريين. المشكلة في بعض المحدثين أخطأ وحاول التساهل ووقع في الخطأ، يعني من كلام العوام مثلا حاول أن يسوق بعض هو طبعا المولد والدخيل وما إلى ذلك. مثل نعم. هذه الأمور لابد لها من ضوابط. صحيح. لأن اللغة هي لغة القرآن الكريم. صحيح. والأصل أن يحافظ عليها كما يحافظ على القرآن الكريم. نعم نعم. من هنا دكتور لؤي، إذن ما طبيعة العلاقة بين الفصحى والعامية؟ هل هي علاقة تضاد أم هي علاقة تكامل؟ يعني الحقيقة هي العلاقة يعني مركبة نوعا ما بحسب زاوية الرؤية، قد تكونان متضادتين. أعطيك مثال، العامية مرنة في التعامل، مرنة في التعامل مع قواعدها، فلديها مرونة حتى في مخارج الأصوات وفي التراكيب وفي الإسناد. أعطيك مثال من هذه المرونة اللفظية. في اللغة العربية الفصحى لابد أن نقول حرف الظ، في العامية يمكن أن نقول ظ، في أحيانا حرف الجيم يقال مثل في مصر واليمن جا، حرف التاء يقال في المغرب تاء، وهكذا. العامية تحاول أن تتخفف
مما يشق على المتلقي أو مما يعتقد أنه قد يشق على المتلقي، هذا في الجانب الصوتي، سواء في الجانب الصوتي أو في الجانب التركيبي أو في الجانب الإسنادي إلى آخر ما هنالك. هذا أول أمر، أن الفصحى أكثر صرامة في الالتزام بالقواعد على حين أن العامية أكثر مرونة. الأمر الآخر، العامية تقبل الغريب كما هو مع تعديلات طفيفة، يعني في العامية يمكن أن تقول سيلولير ويمكن أن تقول كمبيوتر. الفصحى لا تقبل الغريب كما هو، تعطي نفسها مساحة حتى تبحث عن بديل، فبدل أن تقول سيلولير تقول جوال، بدل أن تقول تليفون تقول هاتف، بدل أن تقول لاحظ، بدل أن تقول كمبيوتر تقول حاسوب. الفصحى تحاول أن تبحث في بنيتها عن مفردات تستطيع أن تعبر عن هذا، هذه العامية لا تفعل ذلك. الأمر الآخر هو أن العامية هي لغة الثقافة الشعبية، لغة الناس، الثقافة الشعبية، بنية التفكير الشعبي، على حين أن اللغة الفصحى هي لغة الثقافة المركزية، هي لغة الطباعة، لغة الكتب، لغة البرامج مثل هذا البرنامج الذي تعده الآن ونقدمه ونتحدث فيه، لغة البرامج الرصينة، على حين أن العامية هي لغة العامة. من هذه الزوايا كلها هناك تضاد. التكامل من أين جاء؟ التكامل ظهر في العصر الحديث. من أين؟ لدينا الآن ما يسمى ثقافة الوفرة، كل يوم لدينا مجموعة كبيرة من الأشياء الجديدة والمخترعات والأجهزة وكذا، لا تستطيع الفصحى بسبب ما آلت إليه من ضعف في العصر الحديث أن تواكب هذا كله مباشرة، فتأتي العامية فتوجد بديلا مؤقتا. عندما دخل التليفون، العامية قالت تليفون، أعطت الفصحى برهة من الوقت إلى أن أخرجت الفصحى كلمة هاتف، فبدأنا نستعمل الهاتف. جميل. فكأن العامية في العصر الحديث هي حائط الصد الذي يمتص الكلمات الجديدة ويوجد لها بدائل، ريثما تستطيع الفصحى بعد ذلك أن تهيئ. وهناك عذرا دكتور، هناك أيضا مفردات عامية في مختلف العاميات في الدول العربية كنا نظنها خطأ، تبين أنها لها أصل فصيح مثلا. نعم هذا صحيح. العامية تختار حتى من الفصيح السهل اللطيف اللين الذي يسهل على الألفاظ، لكن قد نعتقد أنه بالفعل من العامي لكنه هو من الفصيح، لكن العامية اختارته لسهولته ولطفه في اللفظ. ومثل ذلك كما قلت لك، يعني أن هذا لذلك قلت أن العلاقة بين الاثنين علاقة الحقيقة مركبة، لا تستطيع أن تحكمها من زاوية واحدة فحسب. نعم. من هنا إذن دكتور، نحن يأخذنا الوقت في هذا الكلام الجميل، نحاول أن نختصر، ما تأثير اللغة العربية في اللغات الأخرى يعني ومضات من تمام. تفضل. الحقيقة اللغة العربية خرجت من شبه الجزيرة العربية إلى الآفاق المتسعة في البلدان المختلفة، واستطاعت أن تحل محل اللغات المتكلمة في هذه البلدان، يعني في مصر اللغة المصرية القديمة أو ما يسمى باللغة القبطية التي كان يتكلمها أهل مصر، حلت محلها اللغة العربية وصارت اللغة المتكلمة، لأن أهل مصر دانوا بالإسلام، وكذلك شمال إفريقيا وبلاد شمال الجزيرة العربية، بلاد العراق وبلاد الشام، كل هؤلاء تكلموا باللغة العربية وتركوا لغاتهم التي كانوا يتكلمون بها قبل ذلك. من تأثير اللغة العربية وخاصة في الجوانب الحضارية والمدنية المختلفة في اللغات الأخرى غير هذه اللغات التي تكلمنا عنها، مثلا يذكر المستشرقان أنجلمان ودوزي في كتابهما معجم المفردات الإسبانية والبرتغالية المشتقة من اللغة العربية، يقولان إن الكلمات العربية الموجودة باللغة الإسبانية تعادل ربع الكلمات باللغة الإسبانية. نعم. وأن باللغة البرتغالية ما يربو على 3000 كلمة عربية. نعم. كذلك المستشرق لامانس في كتابه ملاحظات على الألفاظ الفرنسية المشتقة من العربية يذكر بأنه في اللغة الفرنسية ما يزيد على 700 كلمة عربية دخلت اللغة الفرنسية. وكذلك الأستاذ تيلور قدم بحثا في الكلمات العربية في اللغة الإنجليزية، ذكر فيه ما يزيد على 1000 كلمة عربية في الطبي والكيميائي والفلكي والبيولوجيا والجراحة دخلت اللغة الإنجليزية. وكذلك في اللغة الإيطالية فيها كثير من الألفاظ العربية، حتى دعا أحد يعني رينالدي يقول هذا المستشرق يقول ولا يزال الجزء الأعظم من الكلمات العربية الباقية في لغتنا الإيطالية التي تفوق الحص دخلت اللغة بطريق المدنية لا بطريق الاستعمار. الحضارة، ألفاظ الحضارة، ألفاظ المدنية، وبالفعل هذا ما حدث،
ودخل إلى أوروبا، وليس إيطاليا فقط وإنما كل البلدان عن طريق الأندلس وعن غيرها، والاحتكاك بالمسلمين في الأوقات والأزمان المختلفة، فأخذوا ألفاظ الحضارة كبير. واستفادوا منها صحيح. وخاصة كتب الطب والهندسة والزراعة والعيون وغير ذلك. لا تزال حتى الآن هذه المفردات. نعم. من هنا دكتور لؤي، يعني هل هناك خطر من انتشار العامية في المنابر الثقافية وحتى في المطبوعات المعاصرة على حساب الفصحى باختصار لو سمحتم؟ نعم بلا شك هناك خطر. العربية الفصحى، لماذا؟ لأن العربية الفصحى هي المعيار الأخير الذي لم يسقط بعد للثقافة المركزية التي تعبر عن جوهر الهوية العربية الإسلامية في مواجهة الثقافة المهمشة. باقي المعايير الأخرى كلها سقطت، المعيار الديني والأخلاقي والاجتماعي. انظر معي إلى المطبوعات التي تصدر، انظر معي إلى الروايات والبرامج الدرامية. أي متصفح الآن للروايات التي يكتبها العرب في دور النشر سترى أن هذه الروايات قد أسقطت كثيرا من المعايير الأخلاقية والمعايير الدينية. وانظر كذلك إلى البرامج الدرامية التي نقدمها، أيضا أسقطت هذه المعايير. وانظر إلى المجتمعات، هناك تحولات مسلكية فردية وجماعية وأسرية أيضا أسقطت هذه المعايير. لم يبقى من معايير الثقافة المركزية التي تعبر عن الهوية العربية الإسلامية إلا المعيار اللغوي، اللغة العربية الفصحى. فإذا سقط هذا المعيار فهذا يستتبع سقوط آخر قلعة من قلاع الثقافة المركزية التي بها نتحصن في مواجهة الآخر في هذا العصر الحديث. نعم دكتور، سأعود إليك أيضا في سؤال أخير دكتور حمدي، أيضا نرجو الاختصار، ما التحديات إذن التي تواجهها اللغة العربية في عصرنا هذا؟ في الحقيقة اللغة العربية لغة الدين ولغة القرآن الكريم ولغة الحديث النبوي الشريف، ولذلك يعلم المستشرقون أو أعداء الإسلام بأنهم إذا أرادوا أن يحتلوا بلاد العالم الإسلامي لابد لهم أن يقضوا على اللغة العربية أولا، لأنها لغة القرآن الكريم الذي يتمسك به المسلمون. فإن ضاعت اللغة استطاعوا أن يتغلبوا على هؤلاء الذين لا لغة لهم، لأنه يكون فيه فاصل بينهم وبين كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مرجعه إلى الدين الحنيف، يعني التحدي الأول بأن اللغة هي وعاء للفكر الإسلامي على 15 قرنا، يعني كتبت بها الكتب وكتبت فيها بها شروح الحديث وتفسير القرآن الكريم والسير إلى غير ذلك من الأمور المختلفة. فإن ضاعت اللغة ضاع كل هذا. الأمر الآخر، اللغة العربية لها وظيفة اجتماعية، وظيفة التواصل بين العرب من المحيط إلى الخليج. فإن ضاعت اللغة وصارت عاميات تفرقت الأمة شذر مذر. الأمر الآخر، التراث الأدبي الذي هو من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث، صحيح. إن ضاعت اللغة لا يوجد تواصل بين الناشئة أو بين الذين ينشؤون في هذا العصر مع العصور السابقة. فلذا يعني عمد المستشرقون وأذنابهم من بلاد العالم العربي خاصة في بداية القرن الماضي أو نهاية القرن التاسع عشر، نعم في نهاية القرن التاسع عشر والقرن العشرين، إلى الدعوة إلى العامية. طيب أي عامية؟ العامية المصرية. طيب أي عامية المصرية؟ القاهرة. طيب القاهرة ليست هي اللغة أو العامية المتكلمة في ربوع مصر، وفيه في بلاد العالم العربي عامة لهجات مختلفة، فبأي عامية نتكلم؟ وإن تكلمنا بعامية، العامية ليس لها ضوابط، صحيح. العامية مختلفة، ليس لها شخصية، لا يعني ليس لها كيان، فالأمور مختلفة. أيضا قالوا بصعوبة النحو والصرف، هذا لم يقل به الذين دخلوا في دين الله عز وجل من غير العرب في العصور الأولى، يعني تعلموا اللغة العربية وأجادوا، بل هم الذين كتبوا لنا في النحو والكتاب سيبويه وليس عربيا، وأغلب الذين كتبوا في اللغة العربية كانوا من الموالي، صحيح. الذين جمعوا الحديث لم يكونوا عربا، الذين كثير من الذين فسروا القرآن الكريم أيضا لم يكونوا عربا. كل هؤلاء كتبوا وكتبوا بلغة عربية عالية لا يجيدها كثير من العرب أنفسهم. من هنا دكتور لؤي في الدقيقة الأخيرة، كيف نفسر وجود نصوص تراثية تمزج ربما بين الفصحى والعامية كنص ألف ليلة وليلة؟ هل هذا صحيح يعني؟ نعم، هذا سؤال مهم عن العلاقة بين العامية والفصحى، لكن دعنا نفرق أولا ونقول الوجود شيء والاعتراف والقبول شيء آخر.
كل الباحثين الذين يعملون في مجال اللغة يعلمون بوجود العامية في التراث العربي، وإن كانت المسافة بين العامية والفصحى قديما ليست كالمسافة بينهما الآن، لكن لنقل كلهم يعلمون بوجود العامية، والكل يعرف حديث الجاحظ عن النكتة العامية أنك لا تستطيع أن تفصحها لأنك ستشوش على الدلالات الخاصة بها، مما يعني وجود العامية. وكلنا يعلم بوجود نصوص تمزج بين الفصحى والعامية مثل ألف ليلة وليلة، ولكن هذه النصوص كانت موجودة ولكن النقاد لم يكونوا يعترفون أو لم يكونوا يعترفون بوجودها أو يقبلون بوجودها. لنقل هي نصوص كانت مصنفة خارج إطار الثقافة المركزية، وهذا ما يفسر رفض النقاد العرب القدماء لنص ألف ليلة وليلة نفسه، هذا الذي نستشهد به الآن. لما؟ لأنه عندهم يصلح للعامة، لا يستحق أن يرتفع ليكون نصا مركزيا. النصوص المركزية هي التي تحترم القواعد أو المعايير المركزية ومنها المعيار اللغوي، والنصوص الهامشية هي التي لا تحترم تلك المعايير فتبقى في مساحة أدب العامة لا تجاوزها. ولذلك الآن أن ننتقل بالنصوص العامية فنطبعها ونقدمها للناس هذا خطر كبير. صحيح. وجودها شيء نعترف به، لكن شريطة أن لا نرفعها من مستوى أدب العامة إلى أدب الخاصة أو الأدب المركزي. في ختام فقرة موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع، إذن نشكر ضيفنا عبر سكايب من الدوحة الأستاذ الدكتور لؤي علي خليل، أستاذ النقد والدراسات الثقافية. شكرا جزيلا لكم أستاذنا. شكرا لكم، شكرا على استضافتكم الكريمة، وشكرا لبرنامجكم القيم. حياكم الله. أما الآن مشاهدينا الكرام فنبقى مع فقرة من الذاكرة بعنوان قل ولا تقل. سأشتري لك من سوق الوراقين كتاب جمهورية أفلاطون. يا رجل قل جمهورية ولا تقل جمهورية. ماذا تقولين؟ أقول الجمهور والجمهورية، ولا تقل الجمهور والجمهورية. هل فهمت كلامي؟ فهمت. وهل تظنين أنني لا أسمع؟ إذا قابلت غريمي أبا مرتاز وذهبنا معا إلى القاضي فإنني لن أتنازل عن حقي. أعوذ بالله، كيف أتنازل عن حقي؟ يا رجل نقول نزل فلان عن حقه، ولا نقول تنازل فلان عن حقه. ماذا قلت؟ قل لن أنزل عن حقي، ولا تقل لن أتنازل عن حقي. هل تعرف لماذا؟ لماذا؟ يا رجل افهم كلامي. نقول نزل فلان عن حقه، ولا نقول تنازل فلان عن حقه، لأن كلمة تنازل لها معنى آخر. تنازل البطلان، أي تلاقيا وتبارزا في ساحة القتال. هل سمعتني؟ سمعتك. وهل أنا أصم؟ إنك تنصحينني بأن أتحاشى الاصطدام بأولئك الجنود الغرباء المرتزقة. يا رجل قل المرتزقة ولا تقل المرتزقة، قل المرتزقة بكسر الزاي. هل كذب علي أن أقضي الأمر في تعليمك أصول الكلام؟ أهلا بكم الجديد مشاهدينا الكرام في لسان العربي من الرافدين، وقد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني. عنوانها هذا الأسبوع علل الوقوف في القرآن الكريم الجزء الثاني. في علل الوقوف في القرآن الكريم في جزئه الثاني سنتحدث إذن دكتور عن الوقف الجائز، والوقف الجائز مع كون الوصل أولى، والوقف الجائز مع كون الوقف أولى. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الوقف الجائز في علامته في مصاحفنا في البلاد العربية جيم. نعم صحيح. يعني الطرفان متساويان. هو الوقف على كلمة تعلق ما بعدها بما بها أو بما قبلها تعلقا معنويا
وتعلق بها أو بما قبلها تعلقا لفظيا على سبيل الجواز. يعني يمكنك الوقوف ويمكنك يجوز الوقف ويجوز الوصل متساويان. جميل. ويجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب الموجبين من الطرفين، نحو قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الواو هنا الواو العطف تقتضي الوصل، وتقديم المفعول بالآخرة على الفعل يقتضي الوقف. صحيح. فإن التقدير ويوقنون بالآخرة، لأن الوقف عليه يفيد معنى، وعلامته أن يكون فاصلا بين كلامين من متكلمين، وقد يكون الفصل من متكلم واحد كقوله تعالى: لمن الملك اليوم. الوقف جائز في سورة فلما غافر. غافر فلما لم يجبه أحد أجاب نفسه بنفسه سبحانه بقوله: لله الواحد القهار. أما الوقف الجائز مع كون الوصل أولى مكتوب صاد لام ألف صلاة، ينطقونه صلي لكن هو الأصل صاء لا، لأنه مأخوذ من وصل صاد ومن أولى لا. وقلي ينطقون قلي والأصل قلا، مأخوذ وقف القاف من وقف ولا من أولى. أولى. نعم. هذا في مصاحفنا في البلاد العربية. نعم. الوقف الجائز مع كون الوصل أولى هو الذي يتعلق بما بعده تعلقا لا يمنع من الوقف عليه، ولكن يمنع من حسن الابتداء بما بعده. الوقف الجائز مع كون الوقف أولى هو الذي لا يتعلق بشيء مما بعده، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. لذلك يكون الوقف أولى. الوقف يكون أفضل. نعم. نأتي إلى الوقف الحسن. نعم. ما هو الوقف الحسن وما حكمه دكتور؟ نعم. الوقف الحسن هو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده لتعلقه به في اللفظ والمعنى. من أمثلة الوقف على قوله تعالى: الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. يعني في سورة الفاتحة. نعم. هذا كلام حسن مفيد، الحمد لله مبتدأ وخبر. صحيح. نعم. لا، وقوله بعد ذلك رب العالمين غير مستغن عن الأول. نعم. إلا أن الحسن إذا كان رأس آية نحو رب العالمين فإنهم أجازوا الابتداء بما بعده، لأنه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الأصل كله صفات أو من لله. لله. صحيح. نعم. فالأصل في تعلق لفظ ومعنى. صحيح. لله، لكن رأس الآية يجوز الوقف عليه لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأها ملك يوم الدين. وقد كان أبو عمرو بن العلاء يسكت عند رأس كل آية، وكان يقول: إنه أحب إلي أنه إذا كان رأس آية أن يسكت عندها. أما حكمه فيحسن الوقف عليه، ولكن لا يحسن الابتداء بما بعده إلا إذا كان رأس آية. إلا إذا كان. نعم. رأس آية. بالضبط. نعم. نعم. ننتقل إلى وقف السنة. ما معنى وقف السنة دكتور وما مواضعه؟ نعم. وقف السنة ويسمى أيضا وقف جبريل ووقف الاتباع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يتحرى الوقف في هذه المواضع دائما، وذلك في 10 مواضع في القرآن الكريم، هي قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات في البقرة والمائدة، وقوله تعالى: قل صدق الله في آل عمران، وقوله تعالى: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق المائدة، وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله يوسف، وقوله تعالى: كذلك يضرب الله الأمثال الرعد، وقوله تعالى: والأنعام خلقها النحل، وقوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا السجدة، وقوله تعالى: فحشر النزعات، وقوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر القدر. هذه المواضع العشر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد الوقف على تلك الوقوف وغالبها رأس آية. بعض العلماء زاد 7 مواضع أخرى غيرها. نعم. هي قوله تعالى: أن أنذر الناس يونس، وقوله تعالى: ولا يحزنك قولهم في يونس أيضا، وقوله تعالى: إنما يعلمه بشر النحل، وقوله تعالى: يا بني لا تشرك بالله لقمان، وقوله تعالى: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار غافر،
وقوله تعالى من كل أمر القدر، وقوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره. نعم النص هكذا. لم يتبقى وقت للأسف للوقف الصالح. إذن مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة جريسون التركية. شكرا جزيلا لكم أستاذ. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وإياكم نلقاكم مشاهدينا الكرام الأسبوع المقبل إن شاء الله، وحلقة جديدة من لسان العرب في رعاية الله وحفظه.